صار عندي الآن إذا هاي اللي هي دي يو إنترنال على دي تي قلنا إنها بتساوي رو في سي دي تي على تي، لكنها كمان بتساوي بتساوي كيو إن ماينس كيو أوت اللي هي سي دبليو إن تي إن ماينس تي زائد مظبوط كيو ايش هاي؟ فهاي المعادله شو بتقول لما نحطها بكلماتنا؟ التغير في الانترنال ريت اوف تشينج اوف انترنال انرجي لهذا المحلول السائل الموجود هنا او الفلويد اللي موجود هون ان جولز بير سكند هو محصله عمليتين، عمليه عم بيجيني شيء من الهيتر وهي اشارتها هون بوزيتيف زائد هلا هاي رح تلاقوا انه اشارتها عاده نيجاتيف رح تقول مظبوط فرح يلغوا بعض لانه تي ان اقل عاده من تي فرح تكون هاي كانه اشارتها نيجاتيف ورح تعطينا هلا هادي عمالها بتنقص الحراره اللي موجوده في التانك وهي عمالها بتزيد الحراره الموجوده بالتانك لما بجمع هدول التنين مع بعض رح يعطوني النت تشينج اللي بصير في التانك في درجه الحراره اللي موجوده هون اذا المعادله النهائيه صارت رو في سي دي تي على تي بتحب تحطها بتقدر تحطها تي دوت ها بتساوي سي دبليو في عندي دبليو ناقصه كانها لا مظبوط في سي دبليو في سي في تي ان ماينس تي زائد كيو ايش تقدر تقول عن هاي المعادله ايش هاي المعادله شو المعادله هاي differential equation ايش الاوردر تبعها بالسكر first order differential equation ايش عندي فيها على هاي الجهه تي دوت وعندي هون تي وعندي في كمان تي انبوت اللي جاي من هناك وعندي كيو اللي جاي من الهاي هلا راح اعتبر انا انه كانه الانبوت للسيستم اذا بدنا نفكر بفيرست اوردر سيستم ايش الانبوت اللي جاي كانه على السيستم اللي انا بتحكم فيه شو المبني فيه ليتد فاريبل اللي راح احطه كيو فكانه كيو هو الانبوت وامكاني اخذ تي هاي اللي موجوده هون ايش اعمل فيها انقلها هون فصار عندي شيء في تي دوت زائد شيء في تي بيساوي كيو انبوت بس كمان في عندي هون تاثير تي انبوت ايش راح يصير تي انبوت ديستربنس لا لا انت ما تقول انيشال تي اي مش انيشال تي ديستربنس هون اوكي دبليو ديستربنس كمان انا مش بتحكم فيه وعلى لما نعمل هلا ديجريز اوف فريدم اناليسيس كمان شوي راح تشوف انه انا بقدرش اتحكم باكثر من اوتبوت واحد يعني ما بقدر تقول لي انا والله دكتور بدي اتحكم في دبليو وبدي اتحكم في تي اوت ما عندي كفايه هون ما عنديش ديجريز اوف فريدم كفايه بهون مضطر اني ايش اعمل هذوك الثلاثه الثانيين او التنين كم واحد بيطلعوا لي لازم احطهم ديستربنس هذا ديستربنس بس هذا على فكره مساوي لهذا فواحد هو ديستربنس وتي ان ديستربنس مش هيك؟ اثنين ديستربنس فيش شيء ثالث طيب وهذا راح يكون عندي الاوتبوت اللي هو تي راح اتحكم فيه من هون فانا راح اتحكم بتي بتغيير الى كيو هي بروسيس فيريبل هذا ايش سميناه؟ manipulated variable وعادة في هذا الكتاب وكأنه في البروسيس كنترول بشكل عام المانيبيوليتد فيربل بحب يحطه كابيتال هذا يحط البروسيس فيربل فصار انا بتحكم بتي بتغيير الى كيو بوجود تو ديستربنسز التو ديستربنسز هم دبليو وتي اوكي هي صارت عندي معادله ديفرنشال ايكويشن تقدر تطلع الترانسفير فانكشن من هاي تعرفوا